وتجد من وجه الكلام في رقم 23 مقترح آخر بتمويل ذاتك ذلك وقتنا أربع سيارة اتساب اقتنت حاليا بين سنة 2022 اقتنت بها، ولكن مقترح بأنه هو سنويا يتم اقتناء سيارة باش نقويو هذا المرفق هذا، لأن سيارة أو جوج سيارات من غير كافية، لماذا يصبح عندنا واحد خمسة أو ستة على الأقل، لأن فيه الناس اللي هما معوزين غير قادرين أن يقوموا بعملية ديال كيماء السيارات خاصة الوطن على إشارة هذه السيارات هذه، وبثمانين اللي هي رمزية اللي راه خسرت على القرار الجمعي. تأهيل وتجهيز المكتب الجماعي الصحي، المكتب الجماعي الصحي اللي هو المكتب البيضاء ديالنا، يعني واحد 25 شي حاجة كاينه أدوات اللي خاصة بالقيام بالأشغال ديالهم، بحال فاش كانت الجائحة ديال كورونا كاينه لي زابور زور تعقيم الى غير ذلك، مازال خاص التقويه ديال الادوات المكتب باش يمكن يقوم بالدور ديالو اللازم، لان عندنا واحد المجموعه ديال المجاري ديال المياه اللي خاص اننا نقوموا بعمليه ديال الشنو بذات دينوسيكاسيون خلال الصيف ديال شهر خمسه، راه كنعرفوا بلا مشكل من ذلك. تدبير جمع النفايات، تدبير جمع النفايات هو مشروع لا يقل اهميه، يجب تطويره رغم انه بالجزء الاول من الميزانيه، وكتعرفوا ان تدبير النفايات راه سنويا يكلف الجماعات مثلا ومن السنتيم لا بد من تنزيلو هذه الشؤون، هذا ما يمكنش تولي حوالي الميزانيه الخاصه بالجماعات. المحور الرابع وهو القطاع الاقتصادي التجاري والصناعي، تتمة اشغال وتجهيز المجزرة الجماعية، وهي وزارة الداخلية جهة المهمة الأخرى وجماعة بني مدى، كتعرفوا هذا المشروع بأنه أوفور مشروع رقم واحد لورو نيميرو أن لورو نيميرو دو، دابا بونسينا لورو نيميرو طو غادي نكملو، وكاين لورو نيميرو كات اللي غادي هاد الشهر غادي دار لو فيرتيف ديالو، نتمناو أن خلال النصف الأول من السنة المقبلة أو الصيف ديال السنة المقبلة نكونوا انتهينا منه باش يمكن نوجدوا واحد المادة المطروحة للاستهلاك العمومي تكون بواحد الجودة عالية بدلا من الشكل اللي هي كتروج به حاليا، كنعرفوا بأن المجزرة الحالية راه ما كتستجبش للمواصفات، ولكن إن شاء الله المجزرة المقبلة ستكون بمواصفات حديثة اللي كتراعي شروط السلامة والصحة إلى غير ذلك. كاين تأهيل المنطقة الصناعية، هذا المشروع مول من طرف وزارة الصناعة وجهة بنين الله وإفراء 20 مليون درهم، فيه طرقات، فيه تقوية لمجموعة ديال الطرقات والإنارة العمومية، فيه 11 مليون ديال الدرهم برسم سنة 2022، وفيه 9 مليون ديال الدرهم برسم سنة 2023. تهيئة المراكز التجارية، حتى المراكز التجارية كيف كتعرفوا أن كاين مراكز ديال الدهودة، مراكز ديال تنبنوت، مراكز ديال المدينة القديمة إلى غير ذلك، كلها مراكز اللي كتحتاج لواحد الصيانة، وبالتالي اقترحنا واحد البرمجة ديال واحد 1.5 مليون ديال الدرهم، 0.5 مليون ديال الدرهم برسم سنة 2022، واحد مليون ديال الدرهم برسم سنة 2023. التلخيص ديال أربعة ديال المحاور جاء على الشكل التالي، هو المحور الأول اللي كيضم البنية التحتية من طرقات وإنارة وتشويه طرقية وإحداث بنية الصرف الصحي والماء الصالح للشرب الصحي للبنية. التكلفة الإجمالية على مدى ست سنوات هي 393.1 مليون ديال الدرهم، مبلغ جد مهم رغم أنه يبقى غير كافي. المحور الثالث وهو البنية التحتية الاجتماعية والثقافية 769 مليون ديال الدرهم، والمحور الثالث مجالات البيئة والصحة والنظافة 340 مليون ديال الدرهم، والمحور الرابع هو القطاع الاقتصادي التجاري والسياحي هو 71.5 مليون ديال الدرهم. وتيكون المجموع العام المبرمج في هذا البرنامج هذا مشاريع برنامج العالم هو 1574 مليون ديال الدرهم، وبالتالي هذا المبلغ تنقولوا بصريح العبارة بأنه غير كافي، وخاصة أنه كنعرفوا بأن هي مسؤولية الجامع، مسؤولية المجلس الجماعي المحلي، ومسؤولية المجلس الإقليمي، ومسؤولية المجلس الجهوية، وكذا الدولة عبر المديريات ديالها. لهذا كاين مجموعة ديال المقترحات اللي تم من طرف الهيئة السياسية وكذا مختلف الأعضاء وهيئة المساواة والتكافؤ الفرص وهيئة المجتمع المدني، تم حاولنا أننا نضمنوها بواحد
واحد البنك للمشاريع، وهذا البنك للمشاريع اللي هو مطلوب من الجميع ومن السيد الرئيس بالاخص، هو يترافع بشانه من خلال رفع الملتمسات لدى الجهات اللي مسؤوله، من وزاره الاسكان، من وزاره الداخليه، من وزاره الصحه، من وزاره التعليم، من الجهه، من مجلس التعليم، الى غير ذلك، انهم يساهموا في تمويل هذه المشاريع اللي كان نظروا لها انها فعلا غادي تقوم بواحد القيمه مضافه ايجابيه لمدينه بنينه. هذه المشاريع جات على الشكل التالي، اللي ما استطعناش نضمنوا هذا الجد واللي هو محدد خلال 6 سنوات، جات على الشكل التالي، وهو استعمال المياه العادمه في سقي المناطق الخضراء لمانات مراسلات مرادات. علاش وصلنا هذه الندره ديال المياه؟ علاش ما نحطوش استغلال المياه العادمه في سقف المناطق الخضراء في مدينه بنينه؟ كاين السعي لتعميم الاداره العموميه واستعمال الطاقات البديله باش يمكن في اطار النجاعه الطاقيه اننا نمينيزيو لافاكتور ديال الانرجي، لان تكلفنا اكثر من 2 بمليار سنتيم، شيء كثير وكثير بزاف. اعداد مخطط للمدينه حتى هي نشوفوا التوجه الاستراتيجي للمدينه نجي، اصلاح وتهيئه مختلف السواقي للمدينه، السواقي للمدينه وضعيتها كنعرفوها وضعيه كارثيه، الله حبنا بهذه العيون هذه، حبنا من السواقي، ولكن خاص الانسان حتى هو من جهته يقوم ادخال التجهيزات اللازمه باش يمكن ان نضيف واحد الجماليه لهذه المدينه. وضع حد لظاهره الكلاب الضاره والحيوانات، كاين مجموعه ديال حفظ الصحه اللي غادي تقوم بهذا الرياضه. وكاين تهيئه حديقه الذهب الاولمبي، كنعرفوا انه ما بعد تاهيل وسيدي معقود، ما بعد تاهيل ديال غيناس الدور، بمعنى انه اللي هو مطروح بين الاولويات كسيت التهيئه هي تال بنوت وسيدي بويعقود. كاين احداث مسابح جماليه، اصبح اولمبي احنا شفنا مبرمج من طرف جهه، ولكن لماذا يتم احداث مسابح جماليه اخرى بالمدينه؟ السوق الاسبوعي وسوق الجمله هم الاخرون المفروض ان يجلس انه يخرج من الابواب باش يمكن يهيئهم المستوى المطلوب. خاص المستوصفات داخل المدينه باش يكون واحد التوزيع عادل وتوزيع مجالي عادل لمدينه بنينه، لابد من توجيه ملتمسات لدى السيد وزير الصحه للقيام بما يلزم. بناء مستشفى جامعي لكليه الطب والشيء، بناء محطه طرقيه للجيل الجديد، محطه طرقيه للجيل الجديد، الشركة المسيرة للمحطة الطرقية في المراحل النهائية، أن واحد صار واحد البروتوكول دابور، كاينة مجموعة ديال النزاعات ومجموعة ديال الصراعات اللي صار السهرة على السيد النحي كيدوب في هذه الخلافات، في أفق أن الشركة غادي تكون إنشاء واحد المحطة طرقية في المستوى المطلوب، وبالتالي تتكون تنازلات من طرف الجميع سواء من طرف المجلس، كل شكايات لربحهم او لا شكايات للحكومه لصالحهم ضد الجماعه غادي يتم التنازل عليهم وطي هذا الملف في افق انها احداث محطه اطلاق مدينه بنينه. بناء مسرح بالهواء الطلق، احداث قطار للترفيه للرب للمواقع السياحيه، احداث ناقل هوائي سيدي سيدي في طريق موج الحدود الحضاري، احداث حديقه الطيور بتنبيه لما لا يتم انها تكون حديقه على الشكل على غرار باقي المضافات الكثيره الى ذلك، العمل على تقويه البنيه التحتيه، رغم البنيه التحتيه الطرقيه هذه المبالغ اللي استردنا في السابق ولكن تتبقى غير كافيه، وخير دليل اننا وضعنا اتفاقيه بقيمه